اهلا بيكم مشاهدينا الكرام، وبنعود مره اخرى لفقرتنا الاخيره والرئيسيه، وهي فقره طبعا احنا بنعتذر للضيفين الكريمين اللي احنا بنتشرف بيهم، اتاخرنا شويه لكن شؤون بقى الحياه والعيشه والمعيشه والاسعار هي دي اللي اخرتنا شويه، وانتم كلكم مهتمين بيها واكيد مهتمين كمان باللي هنقوله. اللي هنقوله ما هوش بعيد عننا، احنا بنتكلم النهارده عن جزء مما يحدث من حوالي 4 شهور الان في غزه، العدوان الدامي والدموي على اشقائنا الفلسطينيين، كان له تداعياته في المنطقه كلها، بعضها له جذور قديمه لكن تجددت، اهمها العلاقات الامريكيه الايرانيه. وحضرتكم سمعتوا كلام كتير جدا، مصطلحات ايران والازرع الايرانيه والهجوم والحوثي وحزب الله العراقي وحزب الله اللبناني، يعني اشياء كثيره جدا جدا انتهت مؤخرا بصدام، يعني هو الأعنف من نوعه من بداية العدوان على غزة، وهو قتل 3 جنود أمريكيين في قاعدة أمريكية بداخل الأراضي الأردنية، واتهم في هذا بعض الفصائل العراقية المشهورة ومعروفة كما يسمى بأنها أزرع لإيران. ماذا سيحدث؟ إيه مستقبل الخناقة المستعرة من ساعة يعني قيام الثورة الإيرانية عام 79 واحتجاز الرهائن الأمريكيين في إيران حتى اليوم؟ ايه اللي هيحدث في ظل السخون الحاليه في الشرق الاوسط؟ هو ده اللي بنحاول نعرفه مع ضيفين كريمين بنرحب بيه معالي السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجيه الاسبق ويعني المفكر السياسي. اهلا بيك معالي السفير. الاستاذ الدكتور مدحت حماد، استاذ الدراسات الايرانيه بجامعه طنطا المتخصص في هذا الشان. اهلا بيك يا فندم. بيك يا دكتور. معالي السفير، يعني سخونه ولا هدوء؟ لانه الامريكان في اول رد فعل على القتل، كان ده اول قتل يحدث من 7 اكتوبر لامريكيين معلن على الاقل، كان في توقعات بتصعيد هائل خاصه في ظل عام انتخابي والرئيس لا يريد ان يبدو ضعيفا. صح. شوف سيادتك، الولايات المتحده سترد، ده تفهمي للموقف الامريكي، ولكن التصعيد الحالي الولايات المتحده عندها موقف معين صعب جدا بتواجهه، هو انها يجب ان ترد رد قوي جدا لكي تستعيد هيبتها والمصداقيه بتاعتها كقوه، كان لها لا قوه ردع. في الوقت نفسه لا يجب ان تصعد الى درجه انها تصل الى حرب شامله او تستثير حرب اقليميه في المنطقه. فبالتالي ما بين هذين الخطين تتحرك الاداره الامريكيه حاليا في هذا الموقف، ولكنه هذا الموقف في الواقع يعني يؤدي الى ان يكون هناك تداعيات مختلفة، لأن في سنة 1982 إدارة ريغان وقتها ضربت نص الأسطول الإيراني وأغرقته. صحيح. وبالتالي إذا كان هيتكرر هذا الموقف أنها تضرب سفن إيرانية فعليا هيبقى بداية حرب، ولكن هم يتحدثون عن أنهم يضربوا الميليشيات التي الموجودة في العراق التي قامت بهذا، وكان هناك يعني تداعيات لهذا. أحد الميليشيات العراقية قالت أن اللي تبع حزب الله العراقي قالت لها لن تهاجم القوات الامريكيه، لانها اوقفت انشطتها واحد. ولكن النقطه الخطيره في هذا ان احنا دلوقتي عند نقطه تحول مهمه جدا في منطقه الشرق الاوسط ككل. لا الولايات المتحده عندها استراتيجيه واضحه لتتعامل مع المنطقه، ولا ايران عندها رؤيه واضحه لما تتعامل معها. يعني ايران تدخلت وعملت ازرع، وعملت هذه الازرع موجوده في لبنان وفي سوريا، ولكن هذه الازرع بتؤدي الى اضطرابات ومشاكل، ولكن لا تؤدي الى انك تبقى عندك يعني استراتيجيه بناءه كونستراكتيف، عايز توصل لايه؟ عايز تعمل ايه؟ ما عندهاش رؤيه واضحه. وبالتالي والولايات المتحده نفس الشيء، انها يعني لديها ارتباط بالمنطقه ولها تواجد في المنطقه، ولكن عندها تناقضات خطيره، انها بتؤيد العدوان الاسرائيلي، في الوقت نفسه عايزه تتعاطى مع الجانب العربي. وفي الوقت نفسه، ودي نقطه مهمه جدا، الولايات المتحده خسرت تقريبا حلفائها التقليديين تدريجيا. يعني جو بايدن لما جه كان قال كلام وبتاع ادى الى فتور العلاقات مع الخليج والسعوديه، وبعدين رجع تاني، ولكن دلوقتي مع المشكله دي الاخيره بقى في مصداقيه مفقوده للولايات المتحده في المنطقه على المستوى الشعبي وايضا على مستوى الحكومات، يعني انت مش هتتدخل بقى لصالحي لو انا اتحركت في اي اتجاه. فبالتالي الولايات المتحده في موقف صعب جدا، الرد الحالي سيكون بدايه فقط، ستكون ضربات متتاليه كما قال وزير الدفاع الامريكي، ولكن آمل أن يكون هذا الرد يعني مش لا يؤدي إلى حرب شاملة. طيب دكتور مدحت، يعني ده سيادة السفير قالوا فيما يتعلق بالآن. احنا سبق 7 أكتوبر في غزة أنه كانت إيران الدولة تطبع علاقاتها في الإقليم،
يعني العلاقات مع السعودية بدأت يعني بدأ كلام حوالين ان هناك حلول ايضا مع الامريكيين، وفجأة كل شيء يعني انفجر من غزة. هل اولا طبعا ده تهمة نفتها المقاومة في غزة ان ايران لم تكن هي المحرك، ويبدو ان الواقع يعني فيها ايضا يعني ما كانش. الان ايران كيف تفكر من الداخل في ظل كمان تعرضاتها الداخلية؟ ايران ليست كتلة واحدة كما نعلم. طيب اسمح لي، بالنسبة ايراني الان كيف يبدو الموقف الخاص بها؟ اعتقد انه ما يحدث الان هو يخدم الاستراتيجية القومية الايرانية، او بمعنى ادق هو مرحلة من مراحل تنفيذ المخطط الاستراتيجي الايراني القاضي بانه ايران تكون متواجدة في دايرة قطرها او نصف قطرها 1000 كيلو حوالين ايران، من الحدود بافغانستان والصين لغاية الشرق المتوسط، ومن بحر قزوين لغاية المحيط الهندي. ما يحدث الان هو في صالح الاستراتيجية الايرانية. ما يحدث الان لم يكن بعيدا ابدا عن التخطيط الاستراتيجي الايراني. ما يحدث الان لم يتم في غيبة من علم الادارة الايرانية او القيادة السياسية في ايران، آية الله علي خامنئي. ما يحدث الان هو مخطط تم وضعه ونسجه. وانا كنت قلت سعادتك في بداية الازمة في مداخلة تليفونية ان قاسم سليماني هو مهندس الشبكة اللي موجودة حوالين اسرائيل دلوقتي، وهو الذي اسس لفكرة بناء اللي احنا بنسميها ازرع الجمهورية الاسلامية الايرانية، بغض النظر عن طبيعة المذهب إذا كانت سنية أم شيعية، وإنه تسليح المقاومة الفلسطينية أو المقاومة الإسلامية المحيطة بإسرائيل يخدم 3 أهداف استراتيجية لإيران. إن هي تحقق مصداقيتها اللي قالت عليها في الدستور، إن هي نصرة المستضعفين وخصوصا المسلمين. حاجة تانية يعمل على القضاء على إسرائيل. الحاجة الثالثة والهدف الاستراتيجي التالي طرد الولايات المتحدة الأمريكية من غرب آسيا. فما يحدث الآن مش بعيد عن الاستراتيجية الإيرانية على الإطلاق، إنما هو تطبيق يعني لكمات زي ما قال حسن نصر الله في يوم من الأيام في بداية الأزمة. المقاومة ستنتصر، نحن سننتصر في ماتش الملاكمة مش بالضربة القاضية ولكن بالنقاط. فبالتالي في تصوري الشخصي لا، ايران كانت هي مدركه، هي لم تقل صحيح، ما هي ما قالتش ابداوا الساعه يوم 7 اكتوبر الساعه 2 الظهر ولا 3 الظهر، ما قالتش ابداوا كذا، قالت لهم بس. هي يعني ممكن نخليك تاخد قرارك، وانا حطيتك في تراك كده بحيث انت تاخد القرار اللي انا عايزه بس بايدك انت. تمام. طب ده هيبقى في بعض يعني الملاحظات عليها، هرجع لحضرتك بس اروح لمعالي السفير. طب معالي السفير دلوقتي حضرتك كلامك وده الارجح الامريكان بيفكروا فيه، انه رد محسوب يلبي الحاجه الى فكره الهيبه ولا يشعل المنطقه. في عندنا طرف مهم جدا في المنطقه يريد ان يشعل، الجانب الاسرائيلي. صح. الجانب الاسرائيلي يحاول منذ البدايه انه يدفع ويحرض ويستدرج الجانب الامريكي الى مواجهه مع ايران تحديدا. صح. شوف الموقف الامريكي دلوقتي بيتطور، يعني اللي انا عايز اقوله، انا برضو يعني بختلف شويه مع الدكتور مدحت. قد يكون الاستراتيجيه الايرانيه فعلا بتتحرك في خطوات، ولكن الخطوات دي كانت ماشيه في اطار ان هناك نوع من انواع التساهل من الجانب الاداره بايدن، ومن وبالتالي وضغط على اسرائيل انها لا تتحرك في هذا الاتجاه. انما الموقف تغير الان. اداره بايدن نفسها التي عملت تصالح مع ايران وقدمت لها اموال وقدمت بتلعب، دلوقتي في موقف لا تحسد عليه، يعني عليها ضغوط ضخمه جدا ان تغير موقفها من ايران، وبالتالي بالاضافه الى الضغوط الاسرائيليه. المشكله بقى في القضيه في اسرائيل، ان اسرائيل منقسمه عن نفسها، واسرائيل نفسها هناك احساس داخلي في واشنطن ان بنيامين نتنياهو ليس هو رجل الساعه ولا يستطيع ان يحل المشاكل، وان اسرائيل اصبحت عبء رهيب عليهم مع بنيامين نتنياهو، وفقدت مصداقيتها في المنطقه. فبالتالي هناك يعني احساس بالغليان داخل واشنطن بان القضيه دي قد تكون يعني سيئه جدا بالنسبه للسياسه الامريكيه في المنطقه وفي العالم ككل. المصداقيه الامريكيه يعني كانت اتضربت في افغانستان بالانسحاب الخطير اللي عمله
جو بايدن تضرب مرة أخرى الآن بأنها بتواجه مواقف صعبة جدا ومش عارفة ترد عليها، وبالتالي سيحدث تغيير جوهري في سياسة جو بايدن تجاه إيران، والضغوط الإسرائيلية مش هتكون مؤثرة في هذه المرحلة لأنها منقسمة عن نفسها، ولأن هناك ضعف شديد من الجانب الإسرائيلي إنه مش عارفين يواجهوا الموقف. يعني ليس هناك استراتيجية واضحة لإسرائيل نفسها، والأمريكان بيقول لهم حاولوا تورونا رؤية أنتوا عايزين تعملوا إيه. ولكن أنا عايز أضيف إلى هذا إن إدارة بايدن مهما يكن قدامها 11 شهر صحيح. سيكون هناك تغيير. لو جاءت إدارة ترامب سيكون هناك تغيير أساسي وجذري تجاه إيران. الآن بيتحدث ترامب على أنك أنت اللي عملت الكلام ده، أنت اللي أديت لبايدن، أنت اللي ساعدت أو خليت إيران تاخد مساحة تتحرك فيها، تركت الأزرع بتاعها تتمادى، اديتها فلوس كانت معزولة. وبالتالي لو جاء بايدن وفي احتمال كبير يعني أكثر من 50%، فسيكون هناك تغير جذري في الموقف الأمريكي. لو جاء ترامب. طيب دكتور مدحت، يمكن الدكتور معالي السفير حمدي صالح قال إن هو بعض الحاجات قد يعني قد يكون مختلف حولها، أنا هسأل مش هختلف، هو هذه الاستراتيجية الإيرانية بكل هذا التصعيد اللي يعني هنفترض إن إيران كانت مدركة لأبعاده، يا ترى الهدف النهائي الإيراني المنطقة وفي العالم؟ يعني نرجع لبعض التصريحات اللي طلعت من قادة إيران وأولهم علي خامنئي، المرشد علي خامنئي في مطلع القرن 21، وكان اللي بيردد هذه التصريحات أحمدي نجات، وجي بعدي آية الله شهرود اللي هو توفى اللي كان رئيس السلطة القضائية. فالثلاثة دول كانوا بيرددوا أنه يعني حان وقت العمل على إزالة إسرائيل من المنطقة. الكلام ده كان مطلع القرن 2004 بالتحديد، لأن احنا ساعتها في 2004 كنا بنعمل دراسة شاملة في الأهرام ارتباطا بالانتخابات الإيرانية اللي تمت في فبراير 2004. فكان فلما بنرجع للتصريحات دي، لا أنا ما بشوف ما يحدث الآن هو تطبيق عملي ستيب باي ستيب لما تم الإعلان عليه وما حدش كان بيصدقه. يعني اسمح لي أنا أقول لك في جملة اعتراضية وهرجع بسرعة. إيران من 2014 أعلنت إنشاء حاجة اسمها القوات الجو الفضائية، ما حدش خد باله، ده سلاح جديد كانت عملته من الدلالة بتاع الموضوع ده. 2024 يوم الحد اللي فات لأول مرة إيران تطلق ثلاث أقمار صناعية بصاروخ واحد اسمه اللي هو صاروخ سيمور، وطلع على ارتفاع 1150 كيلومتر آخر النطاق البيضاوي بتاع الكرة الأرضية. بين 2014 إعلان قوات الجو الفضائية تربط ده تعرف الدماغ راحة فين. السنة دي في توقعي الشخصي في إطار المعطيات بتاعتهم إن هم هيعلنوا عن إنشاء القيادة القطبية البحرية الجنوبية، قادة عسكرية القطبية البحرية الجنوبية، لأن هم من ثلاثة أشهر قالوا إحنا بنأسس لإنشاء قوات بحرية في المحيط القطبي، في القطب الجنوبي بتاع المحيط الهندي. بس أنا كده ده أنا خلي بالك، لا لا أنا بقول ساعتك أنا مسؤول عن الكلام. لا لا بتكلم بجد، يعني إحنا هل إيران عشان كده هذه القدرات عندها يعني ترغب أن تكون قوة عالمية على أي ده استراتيجيتها بتاعتها فندم، وده اللي مرتبط وده اللي موجود أصلا في الدستور، بس موجود بشكل يعني في إطار كأنه إطار مذهبي. لكن تحلل ده وتربطه بالشخصية الإيرانية تعرف. فساعتك لما تيجي تشوف أنت المعطيات دي اللي على الارض الواقع، لا انا اعتقد سواء جه ترامب ما جاش ترامب، قعد بايدن ما قعدش بايدن، سعادتك لو رصدت السلوك الايراني مع كل الرؤساء الايرانيين تمام هتلاقيه مين اللي كسبان؟ ايران. ايام اوباما صعدت معاه التطلعات تمام. والاماني فكسبت 5-1، جه ترامب عايز يهد 5-1، فهي ايران دفعته دفعا باستراتيجيه ببعد نفسي يعني الى ان هو ينسحب. وعلي خامنئي قال لو انسحب ترامب انا هنسحب، انسحب ترامب قالوا لا احنا بنتوع قانون عظيم. فاذا في الاخر ما يحدث الان انا اعتقد انه امريكا لاول مره سعادتك تقول نحن وزير الدفاع امريكا تحتفظ لنفسها بحق الرد. الكلام ده اللي بيقوله بشار الاسد في قدام عجزه في الضربات الاسرائيليه اللي بتتم في سوريا. فاما امريكا تقول كده، انا معلش جمله تقول كده بالنسبه للموقف الايراني، يبقى انت يبقى في مهابه
من رد الفعل الإيراني اللي هيجي بعد كده، سواء جه من الأردن أو من البحر الأحمر أو جه من فوق من عند سوريا والعراق. أظن مش هسأل حضرتك لك حق التعليق الكامل لأنه شوف أولا جاني انطباع أن يعني لا أنا عايز أقول حاجة يعني النقطة الأساس الأولى بالنسبة لإيران أن الاستراتيجية الإيرانية حاليا فيها تناقضات خطيرة، هم نفسهم مش عارفين يتعاملوا معها. إذا كانوا بيحاولوا يتقربوا مع السعودية ويتقربوا مع دول الخليج في الوقت نفسه بيعملوا هذه المشاكل مع الدول الأخرى ويتحركوا بالأزرع دي وخصوصا الحوثيين بيضربوا في ففي تناقض حقيقي في كيف يصيغوا سياستهم تجاه المنطقة. حكاية السيطرة دي زي ما أنا قلت الأزرع بتاعتهم دي مجرد قوة تؤدي إلى اضطرابات ومشاكل ولكن لا تؤدي إلى أي خطة بناء، فبالتالي موقفهم صعب جدا. المشكلة الأساسية التي تواجههم حاليا هي أن الولايات المتحدة وطبعا الغرب وراء كلها الغرب ككل بياخد موقف جديد منهم بعد هذا بعد الحرب غزة وبعد الاعتداء المباشر على القوات الأمريكية. مش بس ثلاثة قتلوا، ده في 25 واحد منهم سبعة في حالة خطرة. يعني ده موقف مش سهل بالنسبة للولايات المتحدة، ده بيرل هاربر يعني بشكل أصغر. فبالتالي سيكون هناك تغير جوهري تحاصر فيها إيران محاصرة بالغة الشد. من المعروف عن إيران أنهم عندهم قدرة برغماتية عالية جدا، يقدروا يغيروا سياستهم بطريقة عشان يتعاملوا زي ما قال الدكتور مدحم، ولكن هل يستطيعوا في هذا الموقف أن يتعاملوا في هذا الموقف؟ ما زلنا سنرى. كون وزير الدفاع الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي بيقول والله سنتعامل مع الموقف بتاع ده مش ضعف، انما هو ده محاوله انك انت تشوف التبعات ايه اللي هتحدث. تذكرت ده انت بس ده انت شبهته بالاضعف لا لا لا, لا, لا بس ما مش ضعف ده حذر بقى يعني اول مره تطلع يقول انا ده عامل وشوف عامل ايه في صدام. لا هي دي جزء من الحرب النفسيه ازاي ان انت تتعامل مع القوه الثانيه اللي طبعا بالنسبه لهم انا عايز زي ما اشرت انا في توازنات القوه الولايات المتحده والغرب قصاد ايران ليس هناك توازن قوه خالص. يعني لو حصل صراع بينهم مباشر كل الحاجات اللي بنتكلم عليها دي التطورات التكنولوجيه في ايران وبتاع ستضرب ضربا تتمسح خالص بسرعه جدا. هم مش عايزين كده، الغرب مش عايز يوصل الى هذه النقطه، ولكن طبعا ايران عندها نقطه قوه وهي حرب الميليشيات اللي هي هيت اند ران، رب اضرب واجري. الموقف ده بيحتاج الى دراسه جديده من الاستراتيجيه الامريكيه والغربيه، سيتحركوا بطريقه مختلفه. النقطة بقى ان هم هيضربوا ضربات متتالية دلوقتي، ولكن ايضا هيغيروا الاستراتيجية، تغيروا الاستراتيجية من ناحية السياسية، من ناحية الاقتصادية، حصار اقتصادي لإيران، من ناحية العسكرية تبدأ يبقى في حصار على الأزرع المختلفة، هتتغير الأمور. الولايات المتحدة والغرب ما هماش لسه في موقف ضعف، لا ده يعني انت بتحط إيران بتحط نفسها في موقف صعب انها يعني pushing too much، وبالتالي انا اتوقع ان يكون هناك صراع مستمر الى ان تاتي اداره جديده. عظيم. طب دكتور مدحت في امر مش عسكري خالص لكنه امر سياسي تماما، احنا شايفين تطور في غزه والتطور على صعيد القضيه الفلسطينيه سواء في المنطقه او في العالم والحديث اللي اصبح حديث يعني جماعي عدا قطاع من اسرائيل حول موضوع حل الدولتين. وشفنا امبارح الامريكان في تسريبات انه امريكا يبدو انها على وشك الاقتناع بما طرحه الرئيس السيسي بان احنا نبدا بالاعتراف بالدوله ثم نتفاوض بدولتين مش دوله واحده. وانا اظن ان المقاومه الفلسطينيه من ساعه تغيير حماس لميثاقها والغائه واصدار وثيقتها عام 17 والاعتراف بانها ممكن تاخد دوله، انه هذا مسار سياسي لا على الارجح انه كل الاطراف الفلسطينيه المقاومه وغير المقاومه تريد الدخول فيه. وده امر يتنافى تماما مع فكره اباده اسرائيل وهيضع ايران في مازق سياسي كبير جدا. فهل يا ترى ودي بشائره غالبا مش هتتاخر كثيرا، كيف ستتعامل ايران مع موقف كهذا ومع هذه المقاومه نفسها؟ اقول لسعادتك حاجه، هتتعامل معاه مبدئيا من منطلق الاحتواء من اجل اعمال الصبر الى حين ان تاتي اللحظه. لا يعني لكن هتعترف يعني هتقول المقاومه على حق في التفاوض ولا المقاومه على باطل؟ ما انا عايز اقول سعادتك حاجه بقى، هات كل اللي قاله اسماعيل هنيه في الاربع اشهر اللي فاتوا تمام فيما يخص يعني توصيفه والكلام ده موجود، يعني مش هخترعه، ما حدش هيخترع كلام على مسؤول كبير كده. فيما يخص توصيفه لكين ايه هي الدوله الفلسطينيه اللي بيقول عليها بالنصر العاصمة، احنا لما بنقول في مثلا في مصر في اي دولة يقول لك اقامة الدولة الفلسطينية ده ديباجة محفوظة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية تمام. اسماعيل هنيه ما قالش الجملة دي اصلا. لا يا فندم الوثيقة فيها هذا، ما هو الوثيقة بلد 17
20 في هذه انا عارف ان الوثيقه دي فيها التغيير في الاستراتيجيه بتاعتهم لا في الم... في, الم... في المنهج وقبول في قبول دوله على الاراضي قبل 4 يونيو موجود في وثيقه في اطار اعتراف باسرائيل ولا في هذه التفاصيل هذه التفاصيل هي دي بقى دي النقطه اللي انا عايز اقول عليها انه اسماعيل هنيه لما اتكلم قال على كل التراب فلسطين المحتله في كل وعظمتها القدس كاملة ما قالش الشرقية الفترة دكتور احنا بس نقدم الناس معلومات أوكي. حماس كان لديها ميثاق قديم غيرته عام 17 بالزبط. لم يكن في الميثاق القديم شيئا الا من النهر الى البحر اقول لسعادتك الاجابة ايران مش هتخسر الفصائل الفلسطينية هتعترف بما اعترف هتعترف زي ما هي طوعت مواقفها مع حسن نصر الله تمام. فيما يخص لبنان وتقاسم السلطة بالشكل اللي حاصل من 2006 ويعني احتواء الداخل اللبناني هيبقى فيه احتواء الداخل الفلسطيني طيب. واحتواء النطاق العربي عشان ما تخسرش المربع الشطرنج اللي هو عامله لها حماس في فلسطين دي النقطة الأساسية أو ده الرد توقعنا إن هي مش هتخسر مش هتقول لأ لن ندعم حماس ولا الجهاد ولا المنظمات دي بالعكس هتقول انتوا شايفين كده انا معاك عظيم في اختيارك همشي في السيناريو ده واروح بيه معالي السفير لو فعلت ايران هذا وفداء واحنا لاحظنا في الازمه الحاليه انه جزء كبير من توقعات عموم العرب وكثير من المسلمين لايران التوقعات دي تراجعت في ظل توقعات تخص حزب الله تحديدا تمام فما بالك الامر اذا ايران اعترفت كما ستعترف اذا حدث يعني حل نهائي تخلت عن فكره انه من الارض الى النهر، هل ايران بقدرتها وهي تسوق دعايتها ودورها السياسي في المنطقه وفي العالم الاسلامي على هذا ان تقف مع المقاومه او تقف مع الفلسطينيين فيما سيذهبون اليه هتخسر قد ايه وتكسب قد ايه؟ اولا انا متابع ان هناك يعني شقاق ما بين المقاومه الفلسطينيه وحزب الله. كان هناك تطلعات ان حزب الله سيشارك وحزب الله تلاعب بالموقف ونصر الله قعد يقول كلمات ولم يقدم تحرك فعلي وبالتالي هناك شكوك من جانب المقاومه انه في الواقع دول بيتحركوا في اطار مختلف عن الاطار اللي هم عايزينه رغم اننا بنتكلم على حماس اللي هي اكثر التجمعات اقترابا صحيح. من ايران فما بالك القوى الاخرى التي ليس غير مقتربه خالص وبالتالي هناك شقاق وطبعا الامريكان سيلعبوا على هذه النقطه والاسرائيليين هيلعبوا على هذه النقطه لكي يبعدوا هذا عن لو استطاع لو تحركت الاستراتيجيه الامريكيه للاعتراف بدوله فلسطينيه والتحرك السياسي حقيقي هتعمل استراتيجيه متكامله وخصوصا مش بس هيكون في اعتبارها ماذا يحدث موقف ايران بل ايضا موقف الصين وروسيا صحيح. التدخلات المختلفة التي ممكن تحدث وبالتالي ستصيغ سياسة جديدة تحاول تستعيد بها مصداقيتها في العالم العربي وتقدم بعض التنازلات وما إليه سيحدث هذا بشكل أو بآخر سواء في هذه الإدارة أو غير الإدارة إيران ستكون في موقف صعب جدا وإيران معروف عنها البراغماتية إيران طبعا عندهم طبعا تقية وما إليه ما هي يعني مش جديدة عليهم يغيروا موقفهم بين يوم والليلة ومش ضروري التغيير الموقف يكون تغيير شامل يطلع احد الزعماء يقول حاجه وواحد زعيم تاني يقول حاجه انما في النهايه لا تستطيع ان تمد يعني نفوذها الى هذه الدرجه هي دوله متوسطه الحجم قدراتها محدوده وامكانياتها وخصوصا ان هناك شقاق خطير في الشعب الايراني انا يعني بتقابل مع الجاليات الايرانيه في الخارج جاليات ضخمه جدا في الولايات المتحده وفي اوروبا مش معقول وكلهم ضد النظام الايراني وبالتالي في ضغوط عليها هذه الضغوط سواء داخليه او خارجيه ستؤثر تاثيرا خطيرا على الموقف الايراني للاسف الوقت بيخلص السؤال الاخير اللي كنت متخيل سؤال مفتوح يعني مش يعني ممكن نجاوبه ونكمل فيه بعد كده ايران على المستوى العالمي والاقليمي من لها من الدول والحكومات الرسميه صديق هل ايران ستدير سؤال مهم ستدير سياستها الخارجيه مع اللي هو الفاعلين من غير الدول نقول الاعداء لا الاصدقاء الاول لما دي اصل دي لاقصر حده لا انا مش اقصر محدوده لا الاعداء بالنسبه لها اللي هي بتعلنه رسمي لدينا علاقات وصداقات كامله أين؟ مع كل دول العالم في دول الخليج نفسها في دول الخليج نفسها لها علاقات لا استراتيجية مش بتكلم على العلاقات اللي هي علاقات دو فاكتو يعني بحكم الامر شبه حلفاء يعني مين الاصدقاء شبه الحلفاء غير شبه روسيا ما بين قوسين في سوريا في الحكومه اللي في العراق صديق يعني العراق على بعض حكايه ثانيه خارج العراق نظام الحكم ما خارج العراق ما خارج العراق في العالم العربي كله او في الشرق الاوسط كله الجزائر الجزائر
في علاقه يعني صداقه مع يعني. شفت السؤال صعب ازاي؟ لانه لكن ما انا بعد اذنك يا دكتور مسيح، انا ما لو انا قلت المنطق، لو انا شفت حاولت اشوف المشهد من المنظور ده، من هو الصديق؟ طب ما انا هروح للتصويت في مجلس الامن اشوف مين اللي بيصوت ضد ايران ومين اللي صوت معاها، هفهم مؤشرات تانية خالص. لكن هو السؤال من الذي يعادي ايران، او من الذي يجابه ايران اقتصاديا، ومن الذي ينفذ العقوبات على ايران التي تفرضها الولايات المتحده الامريكيه؟ انا هقول سعادتك الموضوع ده باختصار شديد، خدني انا جايب ورقه زي كده. سعادتك في العشر اشهر، اخر عشر اشهر، حجم التجاره الايرانيه 126 مليار دولار، من ضمنهم 40 مليار حجم صادرات غير نفطيه، والميزان التجاري بزياده 17 مليار دولار لصالح ايران. تمام. السؤال بقى هو حجم التجاره ده بيتم مع اعداء ولا مع دول قريبه كده ولا كده، ومصالح كده، اعداء اعداء واصدقاء. لكن في النهايه يعني التجاره ما بين اسرائيل وقطاع غزه المحتل، ما انا عارف ان في عام 22 كان تصدير 4.7 مليار دولار. تمام. في اطار السلطه اتفاقت على اصل السلطه الفلسطينيه. لكن انا في النهايه هو اذا كانت ايران تعاني من زياده او عدد الدول الاعداء ليها في فكيف تنجح، أو فكيف تمكنت من تحقيق هذا الاختراق الجيوستراتيجي في غرب آسيا؟ مين ازاي تروح يعني برضو ما لما اروح الاطلنطي عليها علاقات صداقه مع فنزويلا في جنوب، في النطاق الجنوبي. انا مش هقطعك، بس انا قلت لك ده سؤال مفتوح عشان كده مش هنجاوبه في الحلقه. تمام. دي أوكي. ده سؤال يعني هنشوف من هم الاصدقاء، من هم الاعداء. اقول لسعادتك معلومه قبل ما نمشي بقى، ارجوك بسرعه. سعادتك يوم 19 للزمن يعني 19 مارس ايران هتطلق 12 قمر صناعي جديد بحلول 19 مارس القادم يعني. تمام. مارس القادم. تمام. وهتكون انتهت، ده اللي اعلنته وكاله الفضاء الايرانيه، وهتكون انتهت من تصنيع 30 قمر صناعي. طب خد انت انا اقصد انا جايب دي حاجه نوعيه على فكره. خد الرقمين دول او المعلومتين دول وامشي وراهم في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد وكده، وشوف انتوا هيودوك ليه. الامر يستحق ان احنا نشوف حلقه طبعا منفصله، ولكن حلقتنا خلصت للاسف الشديد. انا بشكرك استاذ الدكتور مدحت حماد، استاذ الدراسات الايرانيه بجامعه طنطا، على حضرتكنا العزيز معالي السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجيه الاسبق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، زودتونا علم وشرفتونا. مشاهدينا الكرام، خلصت حلقتنا النهارده، نترككم على خير ونتقابل مع بعض بكره ان شاء الله في حلقه جديده.